ولمزيد من المعطيات حول هذا الاستحقاق التشريع الذي قد يدخل مرحلة جديدة في التعاطي مع عدد من الملفات الداخلية والخارجية وعلى رأسها ملف المهاجرين، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من أمستردام موفد ميدي آن تي في إلى هولندا عمار عبد الرحمن. عمار أهلا بك. مرحبا لينا. عمار، هل قربتنا أكثر من أجواء الاقتراع؟ نعم، أبدأ بنسبة المشاركة لحدود الآن الساعة 12 زوالا في أمستردام سجلت 15% من نسبة الإقبال على مكاتب التصويت، مقارنة ب 2012 كان العدد 13%، يعني هو ارتفاع. لكن في هاغ التي هي مدينة ترشح فيلدرز من اليمين المتطرف شهدت تراجعا، كانت 23% في 2012 والآن أقل بكثير. الآن هناك صعوبة في التوقعات لأسباب كثيرة، هو أن الحزب الليبرالي الحاكم لم يقنع الناخبين الهولنديين في النزال التلفزيوني أمس، والحزب تضرر كثيرا من سياسة التقشف. وأيضا الحزب المسيحي بدأ ينتزع أصوات حزب الحرية اليميني المتطرف ويتحدث عن رفضه للجنسية المزدوجة، وذهبت به الدرجة للمطالبة بتخلي ملكة هولندا عن جنسيتها الأرجنتينية. نعم. حزب العمال الذي نعم لنا. عمار، ماذا عن حضور سياسيين من أصول مغربية كمرشحين في الانتخابات الحالية؟ من أبرز الوجوه الحاضرة خديجة أغريب من حزب العمال، وهناك تراجع للخلف لأبو طالب الذي لا يدعم كثيرا المرشح الأول لحزب العمال، وهنالك تصدع في حزب العمال أدى إلى ظهور حزب جديد هو دينك أو فكر يتزعمه مغربي وتركي. هناك أيضا وجه بارز هذا العام وهو زعيم حزب اليسار الأخضر، وهو من أب مغربي وأم أندونيسية، وهو يدافع كثيرا عن المهاجرين واللاجئين. عموما المغاربة والمغاربيون يعولون على مثل هذه الوجوه لتدافع عنهم وتحرز على الكثير من الأصوات للحيلولة دون أن ينجح الحزب اليميني المتطرف لفيلدرز. موفد ميدي آن تي في إلى هولندا عمار عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.